السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غنشارك معكم طريقه العنايه بالبشره الدهنيه في هذا فصل الخريف وفصل الشتاء. خليكم معايا، نتمنى لا فيديو تستافدوا منه. المهم البنات، البرودوي اللي غادي نستعمل غندير هذا هو باش كنغسل وجهي. هذا اللي كنت درت لكم عليه فيديو المره الفايته، راه زوينه البنات على ضغطي ومدات هاد الباط هادي ودابا باش ما يفسدش ليا شعري. هاد الغاسول باش غادي نطوي وجهي، هذا ديال نيتروجينا غوماج واعر، وراه نورمالمون تقدروا تغسلوا به حتى وجهكم، هو كريم نيتوايونت، ولكن انا كنديرو غوماج، كنديرو بحال الماسك كنخليه ينشف شويه وكنبقى نقومي به، ولكن قبل كنكون ديجا غسلت وجهي بهذا. ويسمح لي بدات تضربني شويه البرد. ابخي غادي نيتغاتي بهذا لو سيروم هذا ديال بروفيتال، ديال لا فيتامين سي، وفيه حتى لا فيتامين او. هذا راه رخيص بالنسبه للناس اللي ما عندهمش باش يشريو فيتامين سي كونسونطري، راه داير 600 درهم بلا ما نقول الماركه ديال الشركه اللي كتبيعو، ولكن راه داير 600 درهم. باغ كونطخ هذا راه كونسونطري، حتى هو راه ثقيل وزوين، وراه كيدير ميم ريزولتا مع الاخر. غير هذا كيبقى بشي 75 درهم او 80 درهم ما كيفوتهاش. المهم البنات، هذا السيروم هذا راه زوين 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 زوين، عطيتو بزاف ديال البنات جربوه، وراه كيشكروني عليه والله، وكيرحموا ليا الوالدين عليه. هو باش كنيضغطي وجهي. وهذا ديال باليا اللي توصلت به من عند سناء بلا فيتال، غادي نشارك معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي شي منتجات دي برودوي اللي صيفطات ليا خطيرين ديال الشعر، واحد شامبوان، واحد الماسك، وواحد سبراي كنديروه قبل من البروشين هنا، وصيفطات ليا معهم هذا ديال باليا ديال الحجبان. غير هذا خصكم ضروري ميزمان تاخذوا البروميير شوا، ما تاخذوش الميتاسيون، حيت حنا هنايا عندنا عند مدينه الماكياج كيبيعوا الميتاسيون على البنات، وديال الميتاسيون قسم بالله كاين حتى في الحجبان. باغ كونطخ هذا لوريجين، عرفتي شوفوا كيفاش كينوض كينوض الحجبان. انا كانت عندي هاد البلاصه خاويه ودابا بدات كتعمر، وكنت انا ديجا مرقه الفورمه ديال حجباني، ولكن بهاد البرودوي هذا خلاتني يبداو يعمرو شي فورمه بدات كتغلاض ليا، وفعلا الشعر بدا كيعمر. دابا نحيد التليفون من المهم. شي حاجه اللي زوينه البنات والله ما ندموش على هاد البرودوي هذا، جربوه خاطر. دونك غادي ندوز على البركات ديالو، غادي نفزك شويه البنات، كنفزك يدي غير شويه. وهاد البرودوي هذا راه كديري منو غير كونتيتي صغيره، هانتوما شتو شحال درت، يعني غير شويه بحال نفزك يدي، وغادي يعطي واحد الرغوه اللي زوينه، وغادي نطبقوه على وجهي. كنت البنات كنستعمل لي بروس باش نطوي وجهي، ولكن راهم في الصراحه كيديروا المسام وصافي. ملي كتكوني كتقومي وجهك واحد دو فوا باغ سيمين ما تحتاجيهمش نهائيا. يعني هذا شتو كيفاش كيجي هكا. انا كنت كندير هادي ديال لونا، ولكن دابا ما غاديش نستعملها لان بقاو بقوه هاد الشيء تاع السيليكون وهذا وهذا. المهم غسلت وجهي دابا، حيت منو هاد جيل نتوايو باش كنغسل، صراحة ريحتو كتعجبني. دابا غادي ندوز ندير هذا ديال نيتروجين. بالنسبة للناس اللي كيبغيو يأبليكيو غير هكا بيديو ويأبليكيو، والناس اللي كيبغيو يديرو هكا شي تا ولا شي حاجة يديرو. المهم أنا كيعجبني ندير هكا بيدي. دونك هذا غنديرو ونخليه مام با واحد 3 مينوت ماكسيموم، حيت مخصوش ينشف بزاف. وغادي ما تنساوش البنات عنقكم، المهم ضروري العنق ديالكم حتى هو تغسلو بلو جيل وديرو له الكوماج ضروري، ولا ماسك وكلشي باش يبقى ليكم اللون. المهم باش كنخدم زعما انا وجهي رخاص ماشي غاليا، ولكن راه كيعطيو ريزولطا اللي زوينه البنات. المهم راه هاد لي ماسك يديروهم بنات ودراري كاع الناس اللي كيعانيو من مشاكل البشره، اصلا كلشي خصو يقومي وجهو، خاص تكوني ما كتعاني حتى شي حاجه، خاص كتقومي وجهك ضروري. يعني نخلي هذا 3 مينوت وغادي نبدا نقوم ونرجع معكم. المهم البنات كيف ما كتشوفوا داز 3 ديال الدقائق، دونك بدا كينشف. دابا غادي نبدا نقومي بحركات دائريه على هذا الشكل هذا، هكا هكا
انسيستي على البلايص اللي يعني فيهم لي بوانوار بحال النيف وهادو هنا وهنايا. دونك هاكا غادي تبقاو كوبيك واحد راه عفوا ضروري ما تهبطوش، حنا كل ما طلعوا وبحال هكا الدائري غنكوميو شي نوصلوا ونرجع معاكم. كوكو البنات، شتي كتشوفوا الريزولتا كيف دايره؟ دونك كنحاول هنايا حتى الضو شي نضف فيه هاد الحبوبه ونضف فيه هنا هادو هاد ليطاش. دونك بهاد لا فيتامين سي هادي غادي نحيدو هاد ليطاش هادو، غادي نقولهم باي باي بسلام عليكم ما غيبقاوش معنا. ولكن قبل المهم نشفت حجباني مزيان، غادي نابليكي البنات هادي ديال الباليه. عرفتي الصراحه كنقول سناء شكرا 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 بزاف على هاد البرودوي هذا، اكثريا هذا ديال الباليه لان نفعني في الحجبان. وانا ديجا كنت دايره تاتواج في حجباني، يعني كان داك المهم اول الناس اللي كيديروا الطاطو لحجبانهم راه كيعرفوا ان الشعر كيبدا يقل من الحجبان اولا الميكرو بليدينغ. دونك راه ما كيبقاش هذاك الشعر كيف ما كان. كندير غير في البلايص اللي خواو ليا من الشعر هما اللي كندير. اما صافي هنا القدام هكا القدام ديال حجباني صافي عمرو، المهم ما بغيتش نزيد فيهم صافي الله يجعل البركه. وهذا البنات راه حتى الشفار راه كيصلح صراحه زوين، جيل واعر زوين وما كيبانش دغيا كيتشل. شو هاد البلاصه هادي اللي بقات خاويه ليا هنايا ان شاء الله حتى هي غادي تعمر. اما هاد الحجب هذا راه عامر كامل. المهم دابا كيف ما كتشوفوا غسلت وجهي، درت هذا ماسك وغوماج، درت هذا هو الاولاني باش غسلت وجهي وحيدت منو دوك الزيوت وداك الشيء ياك. درت دابا ديال الباليه وغادي ندوز ندير السيروم ديال لا فيتامين سي. بالنسبه لهاد السيروم ما ديروهش نيشان هكذايا من مور ما كيكون الوجه باقي فازك، لان هذا كيكون فيه واحد الاحماض ودوك الاحماض ما كيتلاقاوش مع الماء. كيفاش حنا كتقول لك انا راه مشيت خديت واحد البرودوي ديال الحبوب، ما هو غير زادني الحبوب بحال ديفيرين كريم ديفيرين جيل، المهم بحال كاع ديك العائله ديال ديفيرين اللي كيقول لك لا هي دارت لي الحبوب. راه ماشي دارت لكم الحبوب، راكم نتوما كتغسلوا وجهكم وديريكتومون كتجيو كتابليكيو هذيك البوماد اولا داك لو جيل اولا المهم السيروم ولا شوفوا نتوما شنو كديروا، كيخرجوا لكم حبيبات لان كيكونوا واحد الاحماض في هذاك لو برودوي ما كيتلاقاوش مع الماء. يعني خاصنا مور ما نغسلوا وجهنا وراح حتى لكم البنات ما تغسلوا وجهكم وتنشفوا بالفوطه ما ديروش ديريكتومون، حتى هو غيخرج لكم الحبوب. داكشي علاش غادي نخلي وجهي واحد 5 ديال الدقائق من مور ما غسلتو، علاش شفتوني درت ليه لو جيل وما درتش البرودوي، يعني غادي نخلي واحد 5 ديال الدقائق ينشف مزيان هكا بالريح ولا نشفت بالفوطه كيف ما قلت لكم او بكلينكس، راه ما كتنشفوش الماء 100%. غنخلي واحد 5 مينوت وغادي نرجع ديك الساعات عاد ندير السيروم ديالي. المهم البنات دازت هاد 5 ديال الدقائق كيف ما قلت لكم، غادي ناخذ هاد السيروم هذا هانتوما غادي تشوفوه راه كونسونطري ماشي جاري هاد كيجي في هاد الشكل هذا. ها نتوما شوفوا شحال غادي ناخد انا، غادي ناخد قد هكايا وهكا راه خديت بزاف، وغادي نديرو هكا في يديا وغادي ندير هكا هكا لان السيروم ما غاديش نفزقو بيه حنايا وجهنا كامل، لان ديما حنا باغيين يدغاتيو ونعطيو لا فيتامين سي لوجهنا ماشي بغينا نزيتوه، لان الا زيتوه كيجي صعيب انهم تشربوا لابو اكثر الناس اللي البشره ديالهم دهنيه. المهم صافي هكا احنا ايدغاتينا، يعني كتحسوا بلابور طبا مثلا هنا كنحس بشويه باقيني في حرش. غادي ناخذ قديد هكا وغادي نزيدو هنايا في نيفي باش ايدغاتي هاد البلاصه هادي هاكا. غادي تبقاو ديرو هاكا مساج شويه لوجهكم المهم حيدو العكس. راه هاد السوان هذا ملي كديروه نتوما في الدار كتوفروا لكم واحد 200 درهم هي القليله، لان مبداوش صحيفه طخاته، لان الصالونات في الاحياء الشعبيه وماشي صالونات اللي كيخدموا زعما دي برودوي زعما هكا ديال لا فارماسي ولا ديال البارا فارماسي ولا، وكيحسبوا 200 درهم سون فيزاج. يعني وفروا على راسكم شويه وديروا في ديوركم هادشي راه غادي تديكم نتيجه زوينه. حيت لهنا سالا لا فيديو ديالنا شافت معكم لي برودوي اللي انا كنستعمل في هاد لا بيريود هادي ديال الخريف وديال الشتاء. يعني دابا حتى نقولوا الماي هكاك عاد غادي نحبس لا فيتامين سي، لان صافي كتبدا تسخن الشمس هو راه انتيردي مع الشميشه. وهذا الفيديو راه كنصور لكم بالليل ماشي بالنهار،
يعني هذا ما نديروهش بالنهار، كنديروه بالليل الصباح، كنغسلو وجهنا مثلا بحال هاد الجل هذا، وكندير ليكرون. اي واحد يدير ليكرون سولير اللي عنده راه تبارك الله حتى التعريب. المهم هذا البنات كيوحد اللون ديال البشره، كينقص دوك التجاعيد الرقاق اللي كيكونوا يلاه بادين في لابو، وكيعطي واحد ليكلا اللي زوينه، وكيحيد لي طاش ديال الحبوب. يلا باي باي عليكم، كنبغي كنحماق عليكم اللي يشوف قناتي اول مره وعجبو المحتوى ديالي وكان كيهتم بهذا الشيء، يدير لي ابوني وجيم، خلي لي التعليق، انا التعليق كنجاوب عليهم كاملين، اي واحد كيسولني راني كنجاوبو. دونك ميرسي بوكو على التعليق الزوينه، ومرحبا بالناس الجداد، ومرحبا بالناس اللي جاوا من تيك توك، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم، واحد لهنا غيسالينا فيديو ديالنا، نتمنى يكون كان خفيف ظريف وتكونوا استفدتوا منه.